أيام قليلة بتفصلنا عن الانتخابات الأمريكية 2024 اللي هتنعقد طبعا في يوم 5 نوفمبر اللي جاي، والمنافسة بتشتعل أكتر وأكتر مع تقارب نسب التصويت المبكر بين المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس. طبعا مفيش شك أنه الأمور بتزداد طبعا احتدام ما بين المرشحين الاثنين، وفي أكيد استطلاعات للرأي، لكن حتى الآن وبحسب الخبراء والمختصين لا يمكن ان احنا نبني على هذه الاستطلاعات. عايزين نعرف تفاصيل اكتر، معانا الدكتور مهدي عفيفي المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الامريكي. صباح الخير عليك يا دكتور مهدي. صباح الخير عليك يا محمد، صباح الخير يا دينا، وصباح الخير يا مصر. يا اهلا بيك يا فندم. خلاص الانتخابات داخله مرحله الحسم دلوقتي، رؤيتك لما يحدث الان؟ في الحقيقه كما ذكرتم لاول مره تكون هناك تقاربات شديدة بين المرشح الجمهوري والمرشحة الديمقراطية، ويكون هناك تخوف كبير في كلا الحزبين. أحد أسباب هذا التخوف لأن أول مرة يكون هناك مرشح ثالث يمكن أن يغير هذه الانتخابات، نظرا للقرب الشديد من نسب الانتخاب. إلى الآن حوالي 60 مليون انتخبوا انتخابات مبكرة، ومفروض عدد المسجلين 162 مليون أمريكي. طبعا مش كلهم بينتخبوا، لكن النسب تتفاوت في ولايات كثيرة ما بين 1 و1.5%، في بعض الأحيان لصالح ترامب، في بعض الأحيان لصالح كاميلا هاريس. حتى الولايات المتأرجحة هناك تقارب شديد، تعتبر في هذه المرة يعني أقرب إلى استحالة يعني التكهن بمين ممكن يكسب. طيب في حال ان هم تساووا الاثنين، يعني في بعض المؤشرات بتقول ان هو طبعا من التصويت المبكر ان هو الاختلاف ما بينهم نقطه مئويه مش اكتر من كده، لو حصلوا فعلا تعادلوا الاثنين ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ هيلجأوا مثلا لاعاده الانتخابات مره ثانيه، ولا الكونجرس هو اللي بيتدخل في الحسم؟ لا، هو في الحقيقه يعني التساوي في اعداد الناخبين مستحيل، لان لو ناخب واحد في ولايه واحده من 50 ولايه كان زياده ممكن يحسم الخلاف. لكن المشكلة النهاردة في أن هناك خلاف شديد بين ترامب وبين هاريس، في أن ترامب بيتعهد أن هو سيعني يحاول إعادة الانتخابات أو نقض هذه الانتخابات إن لم يفوز. عادة لما بيبقى في تقارب شديد حتى لو مئات الأصوات يتم إعادة الفرز، وبعد كده اللي بيحسم الانتخابات في النهاية هو المجمع الانتخابي. كما نعلم في الولايات المتحدة الأمريكية ليست الأصوات النهائية هي التي تحسم الانتخابات، ولكن المجمع الانتخابي. ونبذة سريعة عن المجمع الانتخابي، هو أن كل ولاية بتعين مجموعة يمثل هذه الولاية أمام الكونجرس الأمريكي للموافقة على الانتخابات نهائيا. فاللي بيحصل بعد فرز الانتخابات بيجتمع المجمع الانتخابي ويقرر حسب قانون الولاية مرة أخرى. 50 ولاية لها 50 قانون مختلف للانتخابات، ففي ولايات بتدي المجمع الانتخابي حق التصويت بشكل عام للفائز الأكثر. يعني ولايات لو لنفرض أن الجمهوري فاز ب 60% والديمقراطي 40%، بعض الولايات بتدي المجمع الانتخابي الحق أنه يصوت كل الأصوات بتاعت المجمع الانتخابي للديمقراطي مثلا أو للجمهوري. هناك ولايات أخرى بتسمح للمجمع الانتخابي بتقسيم هذه الأصوات، فممكن يدي بعض الأصوات للجمهوريين وبعض الأصوات للديمقراطيين، وهناك ولايات قليلة تترك الحرية للمجمع الانتخابي بالكامل. وهذا ما حدث إبان فترة ترامب الأولى، عندما قام الممثلين على المجمع الانتخابي في فلوريدا بإعطاء كل الأصوات لترامب الجمهوري، مما أدى إلى فوز. عظيم جدا. الدكتور مهدي، هل حالة التقارب ما بين المرشحين نبع من تقارب في مبادئ الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولا بقدراتهم على التأثير سواء في المناظرات أو في اللقاءات الجماهيرية الأخرى، أو كل واحد بيستخدم أدواته وأسلوبه المختلف في التأثير على الناخب الأمريكي؟ في الحقيقة هو في حالة من الاستقطاب الشديد هذه المرة ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، وأيضا حالة من النقم من المواطن الأمريكي على كلا الحزبين. ودائما في الانتخابات يركز أي من الحزبين على الناخب المستقل
وهو يمثل على الأقل 40%. يعني إحنا نقدر نقول إن 30% هيصوتوا ديمقراطي أيا كان، و30% هيصوتوا جمهوري أيا كان، لكن ال 40% اللي في الوسط هم دائما من يرجح هذه الحملة. اللي حاصل في الوقت الحالي إن هناك استقطاب شديد، ولذلك هناك تقارب شديد، فاللي صوت ديمقراطي صوت، اللي صوت جمهوري صوت، اللي في النص اللي هم يعني ممكن يغيروا أصواتهم أو هم مستقلين، هم اللي هيحددوا هذه الانتخابات. وده اللي مؤدي إلى تقارب شديد، لأن كثير من هؤلاء حتى الآن لم يصوت أو لم يحدد النتيجة. أيضا وجود منافس ثالث لأول مرة ياخد زخم بسبب قضايا معينة، بسبب رفض سياسات الحزبين، بسبب تطلع الشباب مثلا أن يكون هناك تغيير، هذا أدى إلى تقارب شديد بين الديمقراطيين والجمهوريين، وتخوف من أن أي نقاط يأخذها المرشح المستقل. هناك ثلاث مرشحين على رأسهم جيل ستاين تبع الحزب الأخضر، يمكن أن تؤدي إلى فوز واحد وهزيمة الآخر. طيب الداخل الأمريكي، يمكن كل مرشح من مرشح الجمهوري دونالد ترامب بيتحدث عن المسائل طبعا الاقتصادية ومشكلة التضخم وغيرها اللي بيعاني منها، وبيرى أن كاملا هاريس هي امتداد لسياسة بايدن. كاملا يعني كفتها بترجح أكثر إن هي القضايا زي الهجرة وكمان الإجهاض وغيرها، لكن هل الداخل الأمريكي نفسه مقتنع بكلا الحزبين في القضايا اللي بيعرضوها؟ وهل بالفعل كمان العرب هيكون ليهم تأثير كبير في تحديد مصير الانتخابات الأمريكية؟ سؤال جيد جدا. في الحقيقة حالة الاستقطاب جعلت إن هناك عدم ثقة فيما يقوله الحزبين، لأن أولا بالنسبة للمسألة الاقتصادية هذا عكس الواقع. احنا لدينا نسبة بطالة اقل من 2%، ولدينا يعني ركود انخفض من 9%، تضخم انخفض من 9% الى اقل من 4%، وهذه نسبة جيدة ويتجه الى الانخفاض. كل وظيفة يعني تبقى موجودة لها نصف بني ادم يمكن ان يقدم لها. فالمسألة الاقتصادية غير ما يقوله ترامب، ولكن فشل الديمقراطيين في تسويق هذه بشكل أكبر للجمهوريين والمستقلين. تواجد العرب يؤثر بسيط جدا في بعض الولايات، بما أننا قلنا أن هو لا من يفوز، لا بد أن يفوز بكل الولايات وبأصوات المجمع الانتخابي. فتأتي ولاية مثل ميتشيغان مثلا فيها أغلبية عربية تستطيع، وهي من الولايات المتأرجحة، تستطيع أن تقلب هذه الآية. نسبة العرب والمسلمين في أمريكا كلها حوالي 3.5 مليون، لذلك لم يسوهم بالمؤثرين إلا في أماكن معينة فيها تجمعات كثيرة. وكلا من الحزبين لم يعني يعني مهتم بالقضايا العربية إلا مؤخرا عندما تقاربت النسبة بشكل كبير وأصبح كل صوت له قيمة. يمكن أن يؤثر تصويت العرب والمسلمين، لأنهم هناك تكتلات الآن تريد أن يتم معاقبة كلا من الحزبين، وخاصة الحزب الديمقراطي الذي هو مفروض أن هو يتفاهم مع العرب والمسلمين ومع يعني مبادئ العربية والإسلامية. ولكن ما حدث أن يعني كامالا هاريس أهملت هذا لآخر لحظة، والوعود لم توفيها، فلذلك هناك توجه من كثير من العرب والمسلمين أن يصوت لجيل ستاين. أي تصويت لجيل ستاين يؤخذ ليس من الجمهوريين وإنما من الديمقراطيين، ولذلك في حالة من الرعب داخل أروقة الحزب الجمهوري. شكرا جزيلا يا فندم دكتور مهدي عفيفي الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك.